تفكير هيك لو نتصفح شوية أرشيفك ونشوف الأرشيف هيقول إيه. الأرشيف اللي عندي بيقول أبي مات بسببي وأمي نجحت في أن تقسمني نصفين. نصين نصين؟ لا يمكن نصين دي ما قلتش، إنما هو أبويا مات بسببي فعلا. نازل هو وأخويا ركب العربية. نعم. فالعربية ركنت بعيد عن الرصيف شوية. أيوه. فهو نزل لا قفشات مريم فخدي مريم فخدين في عيني. ابويا اتمخول لاني على الحيط على كل الحيط، فبقى يبص على الحيطان ما بقاش يبص على الشارع. جاء واحد بسكليتة بين العربية وبين الرصيف، وقعوا راسه جات في الرصيف، جاله ارتجاج في المخ. يا لطيف. ده اخويا اللي حكى كده الله يرحمه، هو واخويا وابويا وامي وكلهم. هنا بقى انا كنت لسه راجع من شهر العسل. كنت عند الكوافير. فجاء محمود زرفار عدى على السواق قال هات مدام مريم ابوها في مستشفى صدناوي. فانا رايحه مستشفى صدناوي لقيتهم مطلعينه على النقاله واخويا ماسك ايده. فانا مسكت ايده الثانيه قلت له بابا، فهنا بابا فتح عينه وحط ايدي انا وفي ايد اخويا. ومعرفش يتكلم، عارفه ارتجاعه المخ ضيق. قام قال لي يعني خدي بالك من اخوك ده، فهمتها. طبعا هنا بقى اخويا اتقلب بقى ابني، ما بقاش اخويا، ولو ان انا فرق بيني وبين اخويا 4 سنين عمي يعني، 4 سنين. انما انا بقيت ماما نمره 2. يعوز حاجه اجيب له عربيه، يعوز مش عارف، كل حاجه طلباته مجابه. طبعا انا ما كنتش ناضجه ان ابقى ام طبعا. ابني ما معش عامله كده، انما كنت صغيره، فانا فاهمه ان علشان ابسط يوسف وابويا يبقى راضي عني اعمل له كل طلباته. فهنا انا بوظته الحقيقه كده. طب يعني ازاي ماما قسمتك نصين زي ما انت بتقولي؟ مش عارفه انا الحته ماما قسمتني نصين دي مش فاهماه، يمكن انا قلتها ونسيت، او يمكن انا اقرا لك ثاني. اقرا لك الارشيف الكلام بتقولي بعد ان انتهيت من تصوير فيلم رد قلبي كان الصحفيون يلتفون حولي وينادوني بالاميره انجي. وعندما اصل الى البيت اجد امي تستقبلني. ايوه هي دي بقى بتاعت اللي حكيتها دي. ماما قائله تعالي انا حضرت لك منابك من تشطيب من المواعين. اقول لها يا ماما انا جايبه لي 5 خدامات. تقول لي انت هنا باش خدامه مدياني رتبه. يعني انت تقصدي على القصه اللي انت قلتها لنا. قسمتني نصين يعني نص فنانه ونص. يعني هقول لك حاجه، ابني مره كان داخل عندي ففي واحده بتعمل لي حاجات رمضان، عارفه الاذاعه دي. قالت له تعالى ايه رايك في والدتك الفنانه الكبيره مريم فخر الدين؟ فكرك هو رد عليه قال ايه؟ قال لي انا ما اعرفهاش وهي فنانه، انا اعرفها وهي بتطبخ محشي في المطبخ. ده انشام ليا. طبعا يعني ده انا ماما. انا مولوده ست ماما. انا مش مولوده مريم فخر الدين ممثله. ربنا خلقني ماما في الاول. طب علاقتك ببابا بقى قوية كده زي علاقتك بماما ولا؟ لا بابا ما كانش عندي فترة، أولا كان بيشتغل كتير. وكان مفتش راي على طول بيسافر. وبعدين كان بيجي احنا زمان الاحترام كان واجب، عارفة؟ طبعا. يعني يجي بابا كله يبقى كلاب يقعد ينزل في البتاع، عارفة زي سي السيد. بس هو ما كانش سي السيد. وعمره ما زعقلي. الله. عارفة أنا من النوع اللي أحترم أبويا وأمي باحترام فظيع.